برعاية مباشرة من السيد ركان سعيد الجبوري محافظ كركوك، تم افتتاح المعرض السنوي الخيري السادس للأعمال اليدوية لمديرية ومراكز محو الأمية في مدينة كركوك، وقد أناب أحد أعضاء مجلس المحافظة لحضور حفل الافتتاح بدلا عنه. يقوم مركز سومر اليوم بعرض أعمال يدوية للدارسين الذكور والأناث من المراحل الأساسية والتكميلية، والعرض المواد الموجودة بالمعرض كلها تصنيع بأيادي الدارسين والدارسات. جهزنا من قبل الدارسات وقبل المحاضرين، احنا سوينا أعمال يدوية حتى نفتتح هذا المعرض. ولم تقتصر الأعمال التي عرضت والتي كانت أغلبها تجسد التراث العراقي عموما والعربي خصوصا على مركز المدينة، بل تعدى ذلك إلى مراكز محو الأمية من قضاء الحويجة التي بدأت الحياة تعود إليها تدريجيا بعد تحريرها من عصابات داعش. بفضل الله سبحانه وتعالى افتتح اليوم المعرض السنوي السادس لمراكز محو الأمية ونتاجات الدارسين والدارسات لمراكزنا المنتشرة في عموم المحافظة، وكثير من المراكز متجشة معاناة السفر القديم ومن قضاء الحويجة بعد تحريرها من دنس داعش الإرهابي. بهذه المناسبة نحن فرحين وسعداء جدا بهذا وجودكم ووجود هذا الوجوه الطيبة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق وأهله وأن يمن على الجميع بالموفقية والصحة والعافية. ولعل دعم وتشجيع هكذا نشاطات من الأمور الحضارية التي تدفع نحو تأسيس مجتمع مدني متحضر وخلق أجواء للسلم المجتمعي الخالي من الإرهاب والتطرف. من كركوك جودة العسافي، قناة الرشيد الفضائية.